النهاردة يوم عيد ميلادي، بس للأسف كمان هو ذكرى وفاة صديق ليا. فكل سنة من يعني يوم في نفس اليوم ده بتذكر صديقي وأقعد أدعي له وأفتكر الأيام الجميلة. حتى في اليوم ده بالذات كنا دايما نخرج مع بعض ونعيش مع بعض أوقات جميلة ونستمتع بالوقت. فسبحان الله إن ربنا يختاره في يوم عيد ميلادي. الموضوع ده صعب جدا، إحساسه صعب شوية.